السلام عليكم. اليوم فرنسية سنة رابعة ابتدائي لاباج 23 صفحة 23. جوفي شي ماجد. جوفي معناتها أذهب إلى ماجد. أذهب عند شي عند. جوفي هو التصريف تاع الفعل ألي، لو فيرب ألي ذهب. جوفي شي ماجد. إيكوت بوي ريبون، استمع ثم أجب. عندنا النص هذا باش ما نطولوش. باختصار شي شي كي فا ماسينيسا، اين ذهب ماسينيسا. هنا النص هذا هو ايكوت بي دي لا ريبونس، ايكوت استمع ثم قل، بي ثم قل دي لا ريبونس الاجابه. هنا سؤال، كال كارتي ابيت ماجد، ما هو الحي الذي يسكن فيه ابيت ماجد؟ بالمهدي ياسمين أميروش. نعود رجوع النص هنا، يا الإجابة هي أكيد أميروش. من خرجناها خرجناها وسؤال أميروش و مسينيسا واش قال و مجيد أبيت لكارتي أميروش. رقم نيميرو 20، رقم الباب 20، غيو دو لا ليبرتي، شارع الحرية، بالوان دو ستاد، غير بعيد عن الملعب. هنا سؤال ثاني، او سو تروف سا ميزون. او سو تروف، اين يوجد؟ او معناتها اين، هذه اللي فيها شرطه اللي فيها لاكسون ايغي. اين يوجد بيته سا ميزون؟ الاجابه هل هي بري دو لا بونجوري ولا قريب من المخبزه، ولا بري دو لا بوست قريب من البريد، ولا بري دو لا باتيسري قريب من محل حلويات ولا متجر حلويات؟ الاجابه هي الاخيره، بري دو لا باتيسري. نخرجوها من النص دائما، خي دو لا باتيسري. غي ايكوت، اعد استماع. ايكوت معناها استمع، نديرو صبعنا هنايا، ايكوت استمع. وغي ايكوت، غي ايكوت اعد الاستماع، الحوار لو ديالوغ، في ثم تروف لا بون ريبونس. ماجد ابيت با دو لوان دو ستاد، ولا با دو لوان دو بارك دو لوازير حديقة تسلية، ولا با دو لوان دو سالون دو كوافير محل حلاقة. الإجابة هي الأولى، ماجد يسكن في ليس بعيدا عن الملعب. نجيبوها دائما من نص الإجابة. نحوسوا عليها نحوسوا عليها. با دو لوان، با لوان دو ستاد، با لوان دو ستاد. هنايا غي كوت أعيد الاستماع أونكور، أيضا أونكور معناتها أيضا. لو ديالوغ بي إكري ثم أكتب إليا ولا إنيا با. إليا يوجد، إنيا با لا يوجد. سور تون أردواز على لوحتك. هنا دون سو كارتيي إليا إنيا با، نكونشيو العلامة الصحيحة. أن سالون دو كوافير، في هذا الحي يوجد محل حلاقة ولا لا يوجد؟ يوجد. إليا نكونشيو هنا. يوجد مستشفى ولا لا يوجد؟ Il y a dans ce quartier il y a un hôpital ou il n'y a pas un hôpital. Il n'y a pas un hôpital. ماشي مذكور في النص. Dans ce quartier il y a un parc de loisirs ou là il n'y a pas un parc de loisirs. Il y a يوجد يوجد حديقة تسلية. Toujours la même chose. معناتها اللي قاعد نكملوا هنايا، une pâtisserie. Il y a une pâtisserie. محل حلويات. Il y a une boulangerie. Non. Il n'y a pas une boulangerie. لا يوجد. Toujours il n'y a pas une pharmacie, là il y a une pharmacie saïdalia.